أنا أخصائية البشرة والليزر فاتن الطيب، حاصل على ترخيص وزارة الصحة الأردنية والإماراتية، وحاليا صاحبة عيادة أوديلا كلينك. بوجه رسالة الشكر لوالدي، هو كان كل الدعم، الله يحفظه يا ربي يطول عمره، هو كان كل الدعم إلي. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفتي لهذه الحلقة أخصائية البشرة فاتن الطيب. بداية أسعد مساكي. أهلا وسهلا فيكم حبيبتي ومساكي يا رب. أنا أخصائية البشرة والليزر فاتن الطيب، حاصل على ترخيص وزارة الصحة الأردنية والإماراتية، وحالياً صاحبة عيادة أوديلا كلينك. أهلا وسهلا فيكم. بالتوفيق. تحكي لي أكثر فاتن عن بداياتك، أنت كيف جتك فكرة إنشاء هذا المركز أصلاً، أو تحكي لي عن أنت كيف دخلتي بعالم البشرة والتجميل؟ كان والدي وكيل للشرق الأوسط لمنتجات أمريكية طبية علاجية، طبعاً هي للبشرة. في هذا المجال كان يشتغل، فكان عندي حب وشغف أني أعرف كل منتج لأي بشرة، لأي شو نوع العلاج اللي راح يتعالجه لهاي البشرة. من هون أنا بلشت بصراحة، وحبيت إني كثير أطور ذاتي، وكنت أدرس من ناحية الكريمات هاي لأي بشرة مناسبة، هاي لوين بتودها توصلني لأبعد الحدود يعني للبشرة. بداية كانت هي بدايتي في دولة قطر، طبعا اشتغلت فيها مع والدي بأكثر من مركز تجميل لعلاج الجلدية، وبعدين انتقلنا لدولة الإمارات. من هون بلشت دراستي في العناية بالبشرة. بعدين ترخصت، قدمت لترخيص وزارة الصحة الإماراتية، ترخصت الحمد لله وحصلت عليه من وزارة الصحة الإماراتية. بعدين بالأردن طبعا قدمت له كمان نفس الشيء، قدمت الامتحان لوزارة الصحة، ترخصت كمان من وزارة الصحة الأردنية، وباشرت شغلي. كنت أتابع الحالة اللي بدها تأخذ علبة الكريم، أتابع الحالة حالة البشرة لوين وصلنا لأي مستوى. كان في دكاترة كتير بدعموني بهذا الموضوع. كنت يعني أباشر، مش بس إنه أعتبر إنها الزبونة بس إنها تيجي تشتري وتروح، لا. طبعا بعدين طورت الذات عندي بشهادات، وأخذت دبلوم البشرة، والحمد لله. طبعا لما أنجزت هذا الإنجاز طبعا صرت أنا مدربة كمان بمجال البشرة. حاليا أنا مديرة أكاديمية ومدرسة ومدربة دبلوم البشرة بدرسهم، وحتى أي شيء بخص البشرة بدرسهم فيه، حاصلة على شهادة المدرب. طب بس تعرفيني أكثر شو هي أهم الخدمات اللي أنت عم بتقدميها بأوديلا؟ هلأ أهم خدمة عندي أنا بأوديلا كلينيك اللي هي فحص البشرة والاستشارة مجانا. طبعا أنا منحيتها لكل الزباين اللي بخصوا أوديلا كلينيك. هون بدنا نبلش لوين، لأي مرحلة هي بدها توصل، لشو هي بحاجة بالأفضل اللي إلها. عندي خدمات تنظيف البشرة السطحي، تنظيف البشرة العميق، الهايدرا فيشل، ديرما بين بالميزوثيرابي، البلازما، كل شيء بخص البشرة كعلاج. عندنا قسم خاص للليزر، جهاز دكة 2022، طبعا أنا كثير بنصح فيه وبنصح باللي بيشتغلون، النتائج معروفة والحمد لله رب العالمين، حققنا إنجاز كثير كبير بهذا المجال. نعم، بس شو اللي عم بيميزك عن المراكز الثانية أو أخصائية البشرة الثانية؟ ممكن متابعة الزبونة اللي بتيجي عندي، إنه أنا بضلني معها لآخر نفس، إنه لمرحلة معينة أنا حاب إني أوصلها إياها، إني أوصل معها لهون. نعم، ما هي رؤيتك المستقبلية؟ شو حابة تعملي لقدام؟ أهم شيء أول شيء الحمد لله رب العالمين، يعني أنا بالنسبة إلي كعيادة تكون إلي أنا بسمعتها
وبالمصداقية مع الناس، هذا عندي أهم من كل شيء. يعني أكون أهم شيء إني وصلت مرحلة إنه وصلت لمرحلة إنه معروفة بهذا المجال. ما يعني بحب إني دائما أتطور، شو مواكبني العصر، شو مواكب الهاي، مستعد إني أتطور معه. ما في إشي، ما بوقف عند زمن محدد، ما بنوقف عند نقطة معينة من ناحية التجميل. والتجميل بحر، كل يوم بيطلع لنا تطور شكل، كل يوم بيطلع لنا أشياء جديدة. نعم، بس تحكي لي شوي عن أهم المشاكل اللي عم بتواجهها بهذا القطاع. مشاكل صراحة هو مش مشاكل بتكون من عنا، أيام هلأ بتكون من الزباين نفسهم. لما بيجوا عندك بدهم يخلصوا فرضا من مشكلة تراكمت عندهم سنوات يعني كبيرة، بدهم يحلوها بنفس الجلسة، بدهم يحلوها من جلسة واحدة. فالجلدية ما في إشي اسمه جلسة واحدة. العناية بالبشرة ما فيها إنه جلسة وخلص، يعني أعمل لك جلسة وخلص. في متابعات، في أهم شيء إحنا عنا المتابعة. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيتي بصاحب الجلالة، ماذا ستقولي له؟ أتشرف بلقاء جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني طال الله في عمره، وبشكره دائما على دعمه للشباب الدائم لنا. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلتي لهاي المرحلة، فأنت لمين بتحبي توجهي رسالة شكر عبر برنامجنا؟ بوجه رسالة الشكر لوالدي، هو كان كل الدعم، الله يحفظه يا ربي يطول عمره، هو كان كل الدعم إلي. نعم، كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقع مركزكم وطرق التواصل معكم؟ هلأ إحنا أوديل لكلينيك بشفا بدران، شارع شفا بدران، بالقرب من البنك الإسلامي الأردني ببناية أبو السويلة. شكرا. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر مركز أوديلا على حسن استضافتهم لنا وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورتي شاشتنا حبيبتي. أهلا وسهلا فيك. كلك سهل.